اخيرا الواحد يعرف ان هو يريح شويه من العيال. يا ترى كنت تعبانه قوي، اتفرج بقى على المسلسل بتاعي اللي انا بحبه في هدوء. الله يا ما انت كريم يا رب. ماما خضتني يا ابني فيه، انا كل ما اجي اريح حد يجي يخضني. عايزين ايه مني؟ ماما بقول لك ايه، انا جايب صاحبي جوليوس ونطلع فوق نلعب في الاوضه. ممكن؟ ممكن يا ماما ممكن. ماشي يا حبيبي اطلع فوق، بس ما تعملوش دوشه. ازيك يا جوليوس يا حبيبي، اخبارك ايه؟ انا كويسه يا طنط، انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. ما تخضنيش بقى تاني لو سمحت، عشان عايز اتفرج على المسلسل بتاعي ومستنياه بقالي كتير جدا. اوكي اطلعوا بقى فوق لو سمحتوا، خلينا نخلص. اوكي حاضر يا مامي، هنطلع فوق ما تقلقيش خالص علينا، هنظبط الدنيا كلها. مش ممكن الولد ده نسخة من جوليان، شبه بعض قوي هما الاتنين. يلا يا جوليوس عايزين نطلع فوق نلعب انا وانت بجد. مش ممكن، توأم توأم توأم. منزل اكل بقى حاجه لحسن، انا جعانه جدا. يا ترى مامي عامله ايه النهارده؟ اهلا، ازيك يا اما؟ ازيك يا جوليان، اخبارك ايه؟ ازيك يا جوليوس؟ يا لهوي مش ممكن، انتوا الاتنين بقيتوا شبه بعض جدا. ما انا عارف كل الناس بتقول لنا كده. فعلا انا منزل بقى كل حاجه ولا اشرب لي حاجه عشان انا جعانه قوي قوي قوي. بقول لك ايه، ما تجيبي لي حاجه عصير ولا حاجه عشان انا كمان عطشان قوي. حاضر. وانا كنت ملحقه على طلبات جوليان عشان يجي ده كمان يطلب مني طلبات، مش هخلص كده. يلا يا جوليوس بس تعالى احنا شويه وننزل اساسا. طيب ماشي اوكي، بس انا كنت حرانه قوي عايزه اشرب حاجه. طيب حاضر، ما هبقى تعالى بقى اوريك التابلت بتاعي اللي انا بحبه جدا. انا عارفه يا عم انت ما بتعملش غير انت بتلعب بيه اساسا. ايوه، بص انا بحب العب بيه جدا، وبيخليني اقعد العب بقى كتير جدا. بقول لكم ايه يا اولاد، ما تنزلوا تلعبوا بره احسن، بس انتوا عاملين دوشه في البيت وانا عايز اريح ومش عارفه اريح خالص منكم. ماما واحنا مضايقينك قوي كده؟ لا مش قوي يعني، بس شوفوا كده عايزين انتوا تنزلوا، هعمل لكم عصير وتاخدوه معاكم كوكيز. ايه رايكم تروحوا تلعبوا كوره؟ واو صدقي ماما دي فكره حلوه جدا فعلا، هننزل تحت نشرب العصير وناكل كوكيز ونروح نلعب كوره. الله يا جوليس، انا كنت بقول برضو الفكره دي مع طنط حلوه قوي. ايوه انا عارف، يلا بقى ننزل احنا نصمم ازاي بس ونطلع بره البيت ونروح الاماكن التانية. واو يلا يا اولاد، عملت لكم العصير وتعالوا خدوا الكوكيز، حاططها لكم في العلب اهي. شكرا جدا يا ماما، ربنا يخليكي بقى. عارفين احنا نشكرك ازاي؟ ده العصير هيبقى ساقع اوي، نحطه معانا في الشنطه غير لما نخلص لعب رياضه نقدر ان احنا ناخده. وخدوا بقى هنا اهي فلوس اهي 5 يورو عشان عايزين انتوا تجيبوا سناك او حاجة. اوكي انتوا الاتنين، شكرا يا مام ياوي بجد بنحبك جدا. ووهو غنوة 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 غن، يلا اديني بشوط اهو، يلا اتمرنوا معايا كورة. يلا يا جوليوس، حاضر حاضر، المكان هنا زحمة وهنلعب ازاي؟ ده في طلع تمرين في الارض الملعب. انتوا الاتنين اطلعوا برا، طب عايزين نلعب معاكم ممكن؟ لا مش هينفع، الارض مشغوله، لما نخلص الملعب تبقى تنزلوا انتوا. يا خساره يا جوليان، حظنا وحش قوي، ممكن نيجي مره تانية ونكمل اللعب. احنا قلنا ان احنا نلعب النهارده، هنلعب النهارده. بقول لكم احنا ناخد بقى بريك شويه عشان احنا تعبنا جدا، الجو حر قوي النهارده، هناخد بريك بقى شويه. اوكي طيب ماشي اوكي، ممكن ناخد بريك، بس احنا هنسيب بقى القمة عشان محدش يعدي من هنا. ايه رأيك نلعب هنا؟ هتبقى فكرة حلوة اوي. طيب ماشي خلاص، احنا ممكن نلعب هنا، هتبقى فكرة جامدة جدا. ايه ده، بس خلي بالك ده في هنا حتة تحت الانشاء. ايه ده الحقي، ده في اطفال ورا قاعدين انهم يلعبوا كرة هنا. يوه انا زهقت من الموضوع ده، كل شوية يجيلنا اطفال قاعدين يلعبوا، مش عارف ايه هيسر حبهم في المكان ده. يلا يا جوليا سكري هات الكورة. ماشي حاضر رايح. لا 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 يا حلوين، ممنوع الكورة خالص هنا، المكان هنا ده كله تحت الإنشاء وخطر جدا جدا مش تلعبوا هنا. طيب خلاص احنا اسفين مش هنيجي هنا تاني. لا خدوا بقى الكورة وروح لعبوا بعيد خالص عن هنا ممكن. طيب ماشي حاضر، احنا هناخد بريك وهنسيب المكان هنا، فلو سمحتوا ابعدوا خالص عن المكان اللي هنا. طيب ماشي خلاص، هاتي بس انتي كورة واحنا هنبعد صدقيني. يلا يا جماعة شلتوا الخطا البلاعة، تمام وقفوه بقى كده ولما نرجع نكمل شغل. باي 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 باي. هي سيبنا الشغل خلاص، هناخد بريك هناخد بريك.
قالها جوليس الحمد لله دي فرصتنا ان هما ماشيوا، تعالى نخش نقعد نلعب في المكان ده. لا بقولك انا مش مطمن خالص للمكان ده، بلاش نخش نلعب. لا 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 صدقني هيبقى حلو قوي، هنلعب بقى بالكرة براحتنا ومش هنعمل اي دوشة. طب شوت يلا شوت. ايه ده الكرة وقعت جوه، يوه تعالى كده نخش نتفرج. لا يا عم ممنوع، هيحصل ايه يعني نخش نتفرج بس؟ يو يا جوليان عليك كل مرة تعمل مشاكل، انا عايزة اتفرج بس مش هعمل حاجة. ايه ده، ده في هنا بلاعة شكلها حلو اوي. ايه ده جوليان، انا وقعت في البلاعة. جوليان انت كويس؟ جوليان الحقني انا وقعت في البلاعة، الحقوني الحقوني حد يجي يساعد صاحبي، جوليان وقع في البلاعة. ده مفيش اي حد هنا يا جوليان، ثانية واحدة هاجي على طول. يا ربي اروح فين، انا افتكرت المستر بتاعنا كان البيت بتاعه قريب من هنا، اروح خبط عليه بسرعة. مستر يا مستر يا مستر، ممكن تفتح لنا يا مستر؟ ايه في ايه في ايه يا جوليس، انا النهاردة واخد اجازتي، جاي البيت ليه؟ والنبي الحقني جوليان وقع في البلاعة ومش عارف ان انا اطلعه، ممكن تيجي تنقذه معايا؟ ايه جوليان وقع في البلاعة، يلا بسرعة يلا بسرعة ننقذه. طب حاجة هتروح بالفوطة كده، ايوه هو فين بس، وقع هناك في البلاعة انا مش طب استنى، طب حاجة معاك بسرعة دلوقتي، يلا بينا يلا. اوكي يلا بسرعة نجري. وصلنا الحمد لله. جوليان انا جبت لك المستر هيطلعك دلوقتي، طلعوني. يا ناري طبيعة تحت خالص، هنطلعه ازاي؟ مش عارف يا مستر، ممكن تشوف لنا اي حل؟ انا هرمي الهلب ده ونشوف مع بعض هيطلع ولا لا. اوكي طيب ماشي اوكي يلا. اوه هي طلعتي جوليان، جوليان ايه يا جوليان، ده حد يلعب في المكان ده؟ مش قالوا لك المكان ده خطر؟ والله انا اسف، كنت فاكر ان مش هيحصل لي حاجه، طلع في الموضوع خطر جدا، انا عمري ما هلعب تاني في مكان تحت الانشاء ده، انا حاسس ان انا ريحتي بقت وحشه قوي ومجاري وحاجه تقرف. طيب خلاص شفت، ما انت كمان واخدني من الدش وجايبني بالفوطه على ملا وشي، المهم ان انت كويس دلوقتي، وخلي بالك على سلامتك انت وصاحبك، واطلعوا بره بقى وارجعوا البيت. حاضر يا مستر، احنا اسفين جدا، وشكرا شكرا شكرا ان انت انقذتني، بحبك جدا جدا يا مستر، ربنا يخليك ليا. ووهو.